دخلوا محور فيلادلفيا بالدبابات، رفعوا الاعلام بتاعتهم، ضربوا مراكز ومخازن المساعدات، عملوا ترفيات مش صغيره في كام عربيه بتوع نقل المساعدات. فايه بقى، مش هندخل بقى ونحاربهم ونديهم بالبوازيك ولا ايه؟ امال احنا عاملين نشتري الاسلحه دي ليه كلها يا عم عبد الفتاح؟ فلو ده اللي بيجي في دماغك فاسمع الكلمتين اللي جايين دول. خليني بس في الاول كده افكرك اننا كنا اتكلمنا قبل كده ان في اجتماع هيتعمل ولازم حاء ميم الف سين ترد، يا اما الكيان المحتل هيدخل رفح، لو انت تفتكر الكلام ده. طب ايه اللي حصل بقى يا عبد الفتاح؟ هل حاء ميم الف سين ما ردتش؟ لا، ردت يا فندم. يبقى رفضت الهدنه كعادتها. كان نفسي اقول لك ايوه بس لا يا فندم. امال ايه اللي حصل طيب يا عبد الفتاح؟ مصر يا سيدي قدمت مذكره الهدنه بتعديلات بسيطه اللي اتسمت بعد كده الورقه المصريه، ماشي كده؟ ماشي. تحت رقابه مين بقى الكلام ده؟ تحت رقابه الامريكان. طيب، وامريكا بالمناسبه كانت موافقه عليها، وبناء عليه حاء ميم الف سين وافقت على الهدنه. بس ثانيه واحده بقى، وركز لي جدا في الحته اللي جايه دي علشان دي اللي فيها التركيه كلها. حاء ميم الف سين يا فندم لما استلمت ورقه الهدنه المصريه كانها اخدتها كده، راحت حطيتها في الدرج وجابت ورقه جديده بس نفس الشكل بالظبط، وراحوا جايبين قلم وكتبوا هم ورقه جديده باشتراطات جديده على مزاجهم. وراحوا عاملين ايه بقى؟ طلعوا قالوا يا جماعه احنا خلاص موافقين على الهدنه الحمد لله، ويا دار ما دخلت شر، وخلينا نلم الدنيا. وتفضلوا ايه؟ اهي الورقه اهي بعد ما مضينا عليه. هوب يا سيدي، الناس اخذت الورقه ورجعوا بيها لمين؟ للنت، وقالوا له خلاص ايه الحمد لله حاء ميم الف سين وافقت. المهم يا سيدي اخذ الورقه راح باصص فيها، وشه احمر والضغط عالي، وقال لك ايه ده؟ انا خرنج بس مش الدرجه دي، حاء ميم الف سين بتخم وغيرت الورقه، وكده كده اصلا حتى لو ما غيرتش الورقه انا حركت جيشي لاقتحام رفح خلاص. والمهم بقى يهديك يرضيك، قال لك حاء ميم الف سين لازم تطلع بيان. طلعوا بيان، بس النتن قال لك ايه بقى؟ انا ما حلفتش والله، يعني خلاص معلش، ان الجيش بتاعي وصل وما ينفعش يرجع تاني، ده الناس تاكل وشنا. وبعدين اصلا المخرج عايز كده. هتقول لي مخرج مين يا عبد الفتاح؟ هقول لك مخرج المسلسل اللي هو بتاع العشق الممنوع اللي احنا نفرج عليه ما بين حاء ميم الف سين واخرائيل، واللي هو انتاج واخراج مين؟ الامريكان، ما باينه جدا. طب المهم بقى يا عبد الفتاح، هم عملوا ايه هناك لما راحوا؟ احب اقول لك ان هم اول ما دخلوا، اول ما وصلوا يعني رفح، دخلوا بالدبابات، والكلام ده هتلاقيه للاسف موثق صوت وصوره. مش بس كده، ده الصبح هددوا اخواتنا الفلسطينيين ان هم يخرجوا فورا من بيوتهم ويروحوا اماكن تانية ويرحلوا. اللي هو لو واحد اصلا كان راح يجيب غدا، اي نعم هناك للاسف ما فيش غدا، بس لو راح يجيب مشوار مش هيلحق يكون رجع، لا مطلوب منه يلم حاجته وحياته ويمشي ويوصل مكان جديد قبل كام ساعه، اللي هو فورا دلوقتي، علشان ايه؟ اسرائيل هتضرب. وطبعا للاسف زي ما شفنا حصل قصف عنيف جدا في رفح، وطبعا في فيديوهات منتشره على السوشيال ميديا بتوضح الكلام ده للاسف يعني. المهم يجي النتن بقى يقول لك ايه؟ ايه يا جماعه في حاجه ولا ايه؟ انا ما اقتحمتش رفح، دي عمليه عسكريه صغيره كده يعني عملتها على الضيقه يعني اهلي واهلها، والدنيا اتلمت يعني. وبعدين يا جماعه انا في وفد من عندي دلوقتي في القاهره علشان يناقش موضوع الهدنه، فصدقوني بيس يعني تيكت ايزي يعني. يعني بالعربي كده تحس ان اللي حصل ده يا جماعه علشان الصهاينه تقول ايه او توصل رساله، احنا قادرين نخش رفح ومحدش هيقدر يقول لنا لا. ودلوقتي لو انت عايز بقى نقعد نتكلم في ودنا وسلام نتكلم، انت متخيل الدماغ يا جماعه تفكر ازاي؟ الفكره ان النتن ملوش كبير ومش خايف من حد ولا امريكا، ولا بيعمل اعتبارات لاي حد، ولا حاء ميم الف سين ولا اي حاجه. وده اللي قاله مين؟ ضابط مخابرات امريكا سابق في الاعلام على السوشيال ميديا يعني. مش بس كده، اسمع بقى اللي جايه ديت، ويعني ايه بالراحه ما تتضايقش. بيقول لك ان اقتحام رفح ده كان خطوه لان النتن عايز يسيطر اصلا على رفح كلها من الجانب الفلسطيني، واسمع بقى دي، والجانب المصري. ايوه زي ما انت سمعت كده، وده على كلامهم. وخليني اقول لك بقى ان النكش بدا بالفعل، وفي فيديو منتشر لدبابه رفع العلم الصهيوني على محور فيلادلفيا. عمر ما كان حد لو مجنون يتوقع ان في يوم من الايام حد يجي له الجراه والكلام دوت، يعني مش هقول لك يحصل نصه، يحصل اللي هو يعني بيقول لك بالطريقه احنا دخلنا هو يا جماعه المحور بتاعكم اللي بتقول عليه خط احمر. النتن بيلعب على كل الاتجاهات، بيستفز مصر ويكسر كلام امريكا، وده طبعا اللي ظاهر لنا والله اعلم بالدواخل زي ما احنا عارفين. المهم بقى يعني بص بقى الضحك، النتن يدخل رفح ويبهدل الدنيا، وفي نفس الوقت يبعت وفد يناقش الهدنه علشان يقول لك قدام العالم ايه؟ شفتوا بقى انا كيوت ازاي وعسل، وببعت وفد عشان السلام، انا راجل سلام مش حرب. طب يا عم عبد الفتاح، هو كده معاهده كامب ديفيد اتكسرت؟ بص هقول لك بصراحه علشان بس ما نغنيش على بعض، اه يا فندم بدخولهم محور فيلادلفيا كده يا فندم قولا واحدا اتكسرت، تمام كده؟ طيب هتقول لي عبد الفتاح ومفروض نحارب؟ هقول لك الله اعلم، انا مش الشخص المنوط، او انا مش المفروض اصلا احدد، لان انا ما عنديش كل المعطيات، انا في الاول في الاخر بدردش معاك، اكيد دم فاير زي كل المصريين ونفسي اكل بطنهم، بس اخد الحق صنعه.
وعندنا ثقة كبيرة جدا في الدولة المصرية، ولازم في الوقت ده كلنا نكون يا جماعة حائط صد لأي دخيل ولأي حد عايز ان هو يصطاد في الماء العكرة ويهز الجبهة الداخلية. في النهاية ربنا يا رب يقدم الخير لبلدنا ويرفع راية مصر ويرحم شهداء رفح ويصبر أهليهم. شكرا لكم.